بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الفل، مساء الورد، مساء الجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كل اللي يهمك. استكمالا لأهل الخير والإنسانية النهارده بنرحب بدكتور سمر نديم زهرة مصر وبنرحب بالمستشار أستاذ عبد الحي اشرف اهلا بيكم منورنا اهلا, بحضرتك عاملين حضرتك ايه اخباركم ايه انا مع حضرتك النهارده لان حضرتك يعني وجهه مشرفه جدا ربنا يعني ربنا يكرمك انا اللي مبسوط بوجودك شرف ان انا اكون آه معاك وانت عارفه اللي احنا دايما البرنامج داعم لفعلا الأهل الخير والانسانيه ربنا يعزك ويعلي قدرك ويحفظك يا رب ربنا يكرم احكي لنا بقى انت كنت زعلانه ليه ومنزله فيديو زعلانه ومتضايقه إحنا جبناك عشان انت زعلانه عاوزين إن <applause> نصلح هنا في البرنامج <applause> والله ما اعرفش فيه بيحصل عليا كده الدنيا قايمه عليا بشكل غريب كل ما اعمل خير الاقي الحرب بتقوم عليا اكتر وقلت خلاص انا ما كنتش هعمل حالات انقاذ ومش عارف ايه بس بقى انت تعرف الانسان امتى ان هو كويس بيقول كلام مش بيعمله اللي هو يكمل بقى في الخير يعني انا دايما ساعات بتعصب وقت العصبيه مش هعمل مش هروح مش هاجي بس اجي عند الجد بقى واشوف الحاجه الحالات او كده بتضايق وتلاقي مشاعري وشعوري هو اللي بينزلني برده للحاله اللي حصل برده ايه اللي حصل خلاكي تعملي الفيديو ده ايه الحاجه جالك انا عندي ازمه ماليه كبيره جدا بمر بيها في المؤسسه عندي لان ترخيص جمع المال واقف وفي ناس بتتعند معايا في موظفين صغيرين داخل الجهات السياديه، ما اعرفش هم عايزين مني ايه بيقعدوا يدبروا كل حاجه مع بعضهم، عايزين يوقفوا الورق بتاعي من غير برضو التعليمات يعني مش من تعليمات مثلا الوزيره او من تعليمات الناس الكبيره لا، هم يعملوا الكلام ده من دماغهم، الاقي موظفه بتكلمني يوم الجمعه بالليل متاخر تكلمني في حاجات، انت بتكلميني ليه؟ هو ده وقت تكلميني فيه اصلا؟ ده وقت عمل حضرتك تكلميني فيه؟ انت انت واخده الموضوع ودي ليه انت المفروض تبع وزاره تبع مديريه تضامن تبع شؤون تكلميني بقرارات رسميه او اوراق رسميه مش تيجي تكلميني في التليفون طيب. عشان تاخدي مني اوراق تمام طيب. طيب. آه فانا بلاقي هجوم عليا كبير يعني انا دلوقتي ماشيه بالقانون ست احترم القانون في البلد لا, لا. مفيش حد بيجي يقول لي آه عايزه ابعت تبرع واقول له ابعت على حسابي الخاص مثلا طلع على الهوا اهو وبقولها بقى على صوت يا جماعه انا سمر نديم مؤسسه خيريه عمري ما بعت حسابي البنك الخاص لحد وقلت له ابعت عليه فلوس احنا عندناش غير حسابين بس للتبرع حساب مؤسسه سمر نديم للخدمات والتنميه وحساب جمع المال برضه اللي هو برضو باسم مؤسسه سمر نديم ده بيتجدد كل سنه والحساب الاساسي هو حساب مؤسسه صمر نديم يعني احنا ناس ماشيين زي ما قال الكتاب بالقانون ما بنعملش حاجه تخالف القانون ما بنعملش زي ناس كتير كنا بنسمع ان هم بيلموا تبرعات على حساباتهم او على فودافون كاش او 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 احنا بنراعي ربنا في عملنا وبنجتهد عايزين نعمل حاجه كويسه ليه بتوقفوا الخير واحنا شايلين ارواح ومش بس سيدات القصر وانا اجيب بنفسي وانا اجيب بنفسي وزي ما انا دايما بقول اللي بيشوف خالص غير اللي بيسمع ممكن أيوه. أنا اسمع واشوف فيديوهات لكن صح. لما اشوف العيال الموضوع مختلف أيوه. ده اتفاجئتي بقى بيكي لا ده رجعت تاني وخلاص الزعل راح لقيتها ايه جايبه حاله جديده ايه أوه. الحاله الجديده بقى دي حالة جالي بيها استغاثة اسمها فاطمة وهي هي الشهيرة باسم فاطمة لكن اسمها الحقيقي في البطاقة رابحة لأن أهل البلد بعتوا لنا البطاقة بتاعتها ستي تعرضت لظلم شديد جدا حملت من الناس في الشارع وأخوها خد ابنها موته وحرقت وقصه كبيرة يعني عندها يعني مشكله كبيره جدا والناس بعتولي كمان ادله بالكلام ده آه صور وفيديوهات وقضيه كبيره هي دي اه دي حاله آه فاطمه مم الشهيره فاطمه اسمها الحقيقي رابحه آه. دي تعرضت لزوم شديد جدا وقهر شديد ما عندهاش ثقه في حد ولا امان لحد، احنا دلوقتي هنحاول في دار زهره مصر ناهلها زي بقيه سيدات القصر ان هي تبدا تحس ان في ناس حقيقيين بجد بيحبوا الخير، هنحاول مع على ده لان هي برضو بتتاخد كده على جنب بتحس ان هي عندها رهبه ممكن تفتكر اللي حصل لها اغتصبوها واتحرقت جسمها محروق متبهدله يا عيني، حاجات كتير جدا صعبه فيها يعني اتحملت كتير لكنها مش مؤذية ولا بتأذي حد هي دايما ساكتة بس بتح... بحس فيها بالخوف يعني بتاخد جنب لوحدها كده عاوزين بقى نشوف المستشار عبد الحي اهلا بك طب نورنا النهارده بجد في الحلقه وسمعنا ان ليك دور مهم جدا عاوزين نعرف مستشار عبد الحي ايه الادوار اللي هو بيقوم بيها ايه المهام بتاعته في مؤسسه سمر نديم؟ عاوزين نسمع منك كده. الاول بشكر حضرتك طبعا على استضافتنا النهارده في البرنامج ده, ده شرفنا. طبعا والله. ربنا يكرمك، مالك وبشكر مالك. حضرتك برضو تسليط الضوء على نماذج مشرفه. طبعا. آه في المجتمع، يعني نامل ان تشوف دعم فعلا حقيقي على ارض الواقع من كل الجهات المعنيه. آه بالنسبه للمؤسسه آه انا ماسك كل الموضوع اللي علاقة بالشق القانوني داخل المؤسسة سواء في لما بيجوا مثلا الدكتورة تنزل مثلا تجيب حالة بنتولى الموضوع ده من حتة تأمين الموضوع بالنسبة للحالة تخلص كل الإجراءات القانونية مثلا محضر إثبات حالة بوجود حالة في المكان الفلاني وبعد كده هننقلها للدار لازم طبعا يكون في تقرير طبي بيثبت الإصابات اللي داخل الحالة في مثلا جروح في جزء يعني منها حالة زي مثلا اللي هي الاخيره دي إيه الإجراءات مثلا اللي انت عملتها عشان تدخل عندكم الدور اول حاجه بنتجه لاسم الشرطه بنعمل محضر اثبات حاله بوجود حاله في المكان الفلاني هتنقلها المؤسسه للدور بعد كده بنعمل بيها كشف طبي برضو بنثبته ضمن الاوراق اللي بتتحط في محضر الشرطه في اي جزء مثلا مستقطع فيها في اي عمليات اي اصابات ظهر عليها بنعمل كل الكلام ده كشف طبي برضو على الحاله آه في اي امراض معديه برضو قبل ما تخش الدار دي مسؤوليه برضو علينا لو فيها مثلا مرض معدي في اي حاجه زي كده بنسبه كل الكلام ده ايه اهم العقبات او اكتر العقبات اللي بتقابلك في في الشغل بتاعك عاوزين آه بقى يعني احكي لنا كده بقى باستفاضه بقى ايه الحاجات اللي بتزعلك بتزعل استاذه سمر ايه ايه الصعوبات اللي بتقابلكم وبتخلي مثلا ممكن الاجراءات تقف الاجراءات مثلا تتعطل مش عارفين تستخرجوا بطايق مش عارفين تستخرجوا شهادة ميلاد عايزك تتكلم كده وتحكي لنا دي من ضمن اهم يعني من ضمن اهم الحاجات اللي بالنسبه لنا فيها مشكله آه طبعا الحالات دي بتكون موجوده في الشارع بقى فتره كبيره جدا آه في منهم بالنسبه لنا احنا كمؤسسه مجهولين الهويه ما نعرفش هويتهم ايه ما مثلا بطاقه ما شهاده ميلاد في حالات عندنا سقط قيد اصلا ما اتسجلتش خالص بس فبالنسبه لنا بنحاول نسعى ونجتهد في ان احنا مثلا بعد العلاج لما بيجوا مثلا فتره الدار وبيبدا الدكتور النفسي يتعامل معاهم والدكتوره طبعا بتتعامل معاهم يبدا الموضوع بالنسبه لهم بيختلف تماما يعني برده الحاله اللي حضرتك لسه شايفها دي م. يعني باكد لك ان شاء الله شهر او اقل من كده هتلاقي الموضوع بالنسبه لها مختلف جدا 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 طب هي جدا مثلا بتبدا الاجراءات مثلا اثبات الهويه بتاعتها ممكن بعد قد ايه مثلا عشان يكون معاها بطاقه زي حاله امس ملهاش وقت معين احنا أوه. بالنسبه لنا مجرد ما بنبدا العلاج الطبي مع الحاله وتبدا وال... تخش في قلب الكيان الموجود في المؤسسه والدار آه بنبدا بقى نتكلم معاها عرفنا مثلا نوصل لاسمها كامل آه اي بيانات شخصيه ليها آه بيانات الاخوه آه الوالد والوالد والوالده ده بيفرق أوه. معنا جدا أوه. وكمان بالنسبه لصفحه الفيسبوك الناس بتبدا برضو تتعاون معانا لما تبدأ بتبدا تشوف دايما حاله بتدخلوها ده بيفرق معانا جداً, جدا جدا جدا, حالك جداً حالك الناس بتبدا تتواصل معانا وتبعت آه. لنا اي اثبات هويه للشخصيات آه. اللي موجوده عندنا في الدار ده برضو بيساعدنا جدا في ان احنا نعرف نسبه هويتهم مم. مم. ايه اهم العقبات اللي, اللي ممكن بتقابلك برضو والصعوبات اللي انت بتشوفيها مثلا يعني لازم نعرضها الصعوبات اللي انا بقابلها ان حد يوقف لي ورق وانا ما بعملش حاجه غلط انتوا بتوقفوا ورق ليه وانتوا شايفين كل حاجه على ارض الواقع انا شغاله على عينك يا تاجر بطلع بفيديوهات لايف قبل وبعد بتشوفوا تحسن الحالات معايا بتشوفوا قد ايه بنقف معايا وبنعمل لهم ورقهم بنسعى نعمل لهم شهادات الميلاد البطايق بتاعتهم احنا كان عندنا حالات كتير من غير شهادات ميلاد ولا بطايق عملنا الكلام ده عرفت ان عندك مشكله تعتبر اساسيه في الدار في حته الايجار الشاري في حته ان في حد ناس عاوزين يخرجوك منها احكي لنا برضو عن القصة دي وإيه الحلول عايزين نعرف الحلول منك برضو من مستشار أنا لما بدأت مشواري ما كنتش عارف يعني إيه مكان سكني ومكان إداري أيوة. فأنا خدت الدار دي ورا معرفش عن يعني إيه سكني وإداري خدتها وتوكلت على الله ونشدت الجمهور والمجتمع يلا هنعمل دار هنعمل دار وأنا مؤسسه خيريه فعملت نشاط من انشطه المؤسسه اللي هي دار زهره مصر الكبار بلا ماوى وخدت المكان وبدات بالفعل تجهيزات وعملت واحد اثنين ثلاثه وابتدت تجري ضبطات قضائيه من وزاره والمديريه والشؤون ويعينوا ويعملوا كل الكلام ده وادوني جوابين من عندهم على اساس ان انا اقدم جواب للحمايه المدنيه وجواب لجهاز المدينه وبالفعل اشتغلت زي ما هم قالوا انا ما قصرتش في حاجه كل الورق بقدمه من قبل ميعاده بزياده كمان آه بعمل كل حاجه زي ما قال الكتاب عملنا الحمايه المدنيه وخدنا الموافقه عليها الحمايه المدنيه لكل الجهات ما احنا عملناها عملناها، طب بالنسبة بقى للجهاز، الجهاز قال لك المكان مش هينفع يترخص، ولو هيترخص هيبقى هيتحول فندقي وهتدفع 500,000 جنيه عشان هو سكني متسجل عشان اه طب انا هجيب 500,000 جنيه منين؟ مم. ربنا طبعا يبارك له وزير الاسكان وجهاز ورئيس جهاز المدينة شفتك مصورة فيديو كده في أرض و وطبعا ربنا آه. يبارك طبعا في الجهات السيادية ان هم وصوا علينا تمام بدون ذكر أسماء ربنا يبارك لهم والسؤال قالوا ايه يا جماعه دي فاتحه دار عايزين نساعدها يلا يا تشوفوا اللي تخصصوا الدار لنجيب لها مكان بالفعل اتخصصت لي ارض الارض دي 7000 متر هيتبني عليها مسجد ان شاء الله هيتبني عليها مبنى لرعايه المشردين ده كده ده كده اتخدناه من الدوله خدمي يعني هو اصلا متخصص خدمي يعني ولا هجري في ورق تخصيص خدمي ولا الكلام ده هو اصلا خدمي فانا طب ايه اللي حصل ده مستشار شارع بحقي ايه اللي حصل ايه اللي حصل, حصل وقيف الورق في تعطيل الورق في الكلام ده كله كل حاجه عشان ما بنيش الارض ترخيص جمع المال والنفع العام وكله مع ان اصلا مديريه التضامن نفسها مطلعه قرار من عندهم ان ليس لديهم اي مانع لمؤسسه صمر نديم ان هي تاخد ترخيص جمع المال يتجدد السنه دي وتستفاد من النفع العام, العام. طب ليه يتوقف الورق دور من تحت ايد موظف تحت وزاره التضامن من غير وجه حق انت تعمل ده من من ورا ليه اصلا وزيره ومن ورا الجهات السياديه فالمهم ربنا كرم وقابلنا معايا الوزيره وقعدنا معاها واللي هي وعدتنا ان ان شاء الله ان هي تنقلنا المكان تاني وان هي هتساعدنا في بناء الارض وهتجيب لنا ناس بنوك تبني الارض دي انا شايف ما شاء الله صور تمام؟ الموظفين اهوت معاكي في الدار انا مش هقول بقى موظفين آه. اقول لك آه. موظفين سيدات آه. القصر هم كمان والحق. لان هم ليهم دور كبير معانا آه. ودي صبريه عايز اتكلم على نقطه برضو سجاير السجاير اللي النزلاء بيشربوها م. طب ما في ناس اصلا بتيجي الدار ستات كبار وبيشربوا سجاير وفي مشاريع تخرج بتجيلي وبنات بيشربوا سجاير هقول لهم بتشربوا ليه؟ دول كان ناس بس انا شفت انك اه يعني بتمنعيها واحده واحده بديهم اه بنديهم آه قليل دلوقتي، الاول آه كنا بنديهم آه كل واحده علبه في اليوم، آه دلوقتي بنقلل من بدل علبه بقى 10 كل واحده تاخد 10 حتى انا, سنة أنا سنة. اول ما جيت عندك لقيت واحده كده بتقولي ما معكش ولاعه ده حتى <applause> الدكتور قال لي انت عايزه تعالجي 20 سنه في يومين ده تبقى ايه؟ فاكره نفسك خارقه ولا ايه؟ الدكتور قال لي لا ما ينفعش بني ادم كان بيشرب سجاير 20 سنه تقول له م. بطل بس عندي اثنين بطلوا خالص ايه الحالات المميزه اه ايه الحالات اللي انت اتفاجئت بيها في في تخليص الاوراق بتاعتها حسيت كده ان حصل مفاجاه والحاله دي مثلا كان لها شهاده وفاه وبعد كان في وراها سر بقى كبير آه. ده بالنسبه آه. آه. لنا عاوزك تحكي لنا عن الحاله دي كده حاله اسمها فاطمه آه. ما نعرفش طبعا اسمها كامل ايه آه. في البحث ورا الورق بتاعها وكده لقينا حد بيتواصل معانا لما طلعت على السوشيال ميديا برده بيقول لنا إن ليها أهل ودي مفروض من بلد تبع دمياط وطلع لها شهادة وفاة فبعديها لقينا حد من أهلها يعني بيتواصل معانا إنتوا إزاي تطلعوها إحنا بالنسبة لنا دي متوفية ليه ايه الفكره في الموضوع ابنها يعني؟, بيكلمني معنا يعني هما ابنها بيكلمني تواصل اه يعني هم خدوا واحده ثانيه اتدفنت مكانها فعلا آه. آه يعني كانت هي تايهه طبعا بقالها فتره أوه. بالنسبه لهم ما شافوش الشكل طيب ولا ما دي بقى بالنسبه لنا اللي آه. فيها النائب العام وناشد فيها معالي وزير الداخليه آه. 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 عشان نوصل لحقيقه الامر في الموضوع ده آه. ان هي برضه لما معالي الرئيس كمان ده انت منور والله ربنا يحفظك يا رب نحاول ان شاء الله يعني نقف على حقيقه الامر ده يعني يعني ست شوف... عايشه على قيد الحياه على شهاده وفاه من ابن ابنها هيروح فين من ربنا ده م. كلمناه إنه له الله تعالى نصلح يا ابني اللي انت عملته طب هو طب هو شافه جالكوا اصلا شافه لا معانا بس اه شافه طيب على لو انت مثلا بتشير الحاجات دي مثلا فيديو اه طبعا بيشوفوا وبيكلمه قال دي قال لك دي مش امي تتكلمي في الكلام ده لا ان هي اصلا بنطلع نتكلم معاها او بنطلع نقول مو... موضوعها على الهواء <applause> يعني انتوا ليه بتعملوا حاجه زي كده احنا بالنسبه لنا دي متوفيه فانتوا ما تطلعوهاش <applause> لا احنا هنجتهد في الموضوع ده جدا جدا ان شاء الله لحد ما نشوف طبعا احنا كمؤسسه ما عندناش الاليات اللي نقدر نثبت بيها حاجه زي كده ان شاء الله بعد تعاون الجهات المعنيه نقدر نوصل اللي, 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 اللي يكون الموضوع هيكون لوزاره الداخليه ووزاره الداخليه والمعالي قبل العام نشوف حقيقه الموضوع ده <applause> احنا عاوزين نسالك سؤال انت ليه مقتصر على السيدات مع ان في جامعات ثانيه ومؤسسات ثانيه بتاخد سيدات ورجال واطفال قلت لي على حاله اه الاول وبعد كده حطيتها بس كانت تقريبا باجر حاجه زي كده أوه. في مكان اه في دور رعايه عم حسن آه، الاول كنت بنقذ الرجاله وبوديهم احد دور الرعايه قبل ما افتح دار اصلا آه. بس دلوقتي هي وزاره التضامن قالوا لي عشان تفتحي يا اما تفتحي دار كبيره جدا تشيلي الاثنين لا تعملي ده لا ده فالدار عندي صغيره بس احنا عاوزينك احنا عاوزينك تعملي كده انا نفسي بس مش لما ابني طيب الارض بجد دار. بصي افتحي ترخيص جامع المال ويساعدوني انا عاوز اقول لك ازاي الناس بتحبك يعني انا شفت من بعد الحلقه الاولى كميه تعليقات وناس كلها ما شاء الله بتدعيلك لك لك على الخير اللي انت بتعمليه والانسانيه اللي انت بتعمليها فاحنا فعلا احنا محتاجينك الفتره الجايه وكلنا انا اعمل كتير قوي بس فرصتي الدنيا فرصه ادوني الامكانيات عشان اقدر طب عاوزينك كده توجهي طيب نداء كده او استغاثه لرئيس الجمهوريه ووزيره التضامن عايزه ده. اناشد معالي الرئيس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي و... و... ومعالي الوزير نفيني الكباج وكل الجهات السياديه والمعنيه ارجوكم بعد اذنكم أقفوا جنبي انا الموظفين بيكلموني بيقولوا لي زي ما انقص الحالات رسرحهم في الشوارع طبعا سياده الرئيس ما يقبلش حاجه زي زي كده ولا اي وزير يقبل الكلام ده يعني ايه موظفه تكلمني تقولى لي خلاص خلصتي خلصتينا من مشاكلك ولا لا قلت لها عايزين اعمل ايه قلت يلا صرحيهم زي ما جبتيهم طلع حضرتك عايزين افتح الباب قالت لي لا خليهم يهربوا عادي تمام والله تمام. انا عايز اقول لك يعني ازاي انت تمام. موظفه اصلا قاعده على كرسي انشاء. وبتاخدي راتب كل شهر ان شاء الله. والمفروض ان انت تبع جهه سياديه تبقي انت اصلا الامن والامان لبلدك ان شاء الله بإذن بده ان شاء الله باذن الله باذن الله المشكله بتاعتك باذن الله هتتحل باذن الله عن قريب يا رب واحنا يا باذن رب. الله بنوصل صوتنا واكيد الناس بيهتموا بصوتنا ان شاء أنا الله انا عايز اقول لك ان الصفحه بتاعتي لا. اصلا بيتابعها جهات سياديه كبيره في البلد والداخليه بتتابعني والوزارات بتتابعني انا دلوقتى بلتزم نفسى جد حدودى لان انا مينفعش انا واحدة زى الجهات الدولة كلها والحكومة والجيش بيتابعوني هعمل حاجة غلط طيب. واللي جابني وعمل حاجة غلط يجي يتصرف أقول لك بس أنت بس. أنت بتعملي حاجات كويسة كتير عشان كده إحنا شفناك في وشوشة ربنا يعزك وشوش. إيه 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 موضوع وشوشة الأفضل ده؟ أنا كنت موجودة في السنة اللي, <applause> السنة اللي فاتت بس السنة اللي فاتت ما كانش عندي شعبية زي السنة دي الحمد لله وإن ربنا كرمني وعندي ناس كتير بتحبني ربنا يخليهم لي يا رب كانت دعوة السنة دي بس وأنا قاعدة كنت بتمنى نفسي إن أنا أتكرم بس لعل وعسى ربنا يكرم بقى إن شاء تكريم. الله بإذن الله السنة الجاية هتتكرمي بإذن الله هتتكرمي من من كل الجهات باذن ربنا الله وربنا ان شاء الله هيكرمك. احكي لنا كده بقى ايه الحاله اللي انت تاثرت بيها قوي في في دار زهره مصر. يعني حالتين م. حاله منهم اللي هي طبعا الكل تابعها اللي بنتها جت سلمتها لباب الدار طبعا كانت بتتواصل معانا بقى فتره كبيره جدا احنا ما ينفعش نروح ناخد حد مثلا ليه اهليه او قاعد في مكان او او بيت او ليه اهل او كده هم بيبقوا اولى بيه. بالنسبه لنا لما يعني بيتجهوا يجيبوا حد بيكون من المشردين والسيادات الكبار السن بلا مأوى فلقينا دي تعمدت ان هي تيجي لحد الدار في المدينه وتسيب والدتها وطلع كمان هي بتصور ان انتم مش عايزين تستقبلوها واحنا بقى بالنسبه لنا في مشكله كده كد. خدوها برده الدكتوره والموظفات ساعتها خدوها وما إنها ان هي تمشي معاها ومن ساعتها وهي متواجده معانا وحاله تانية كانت سميحه عيطت عليها برضه عن سميحه سميحه برضه كانت يعني بناتها جم تواصلوا معانا قبل كده وجم كذا زياره للمكان عشان خاطر يستلموها هي كانت بترفض طبعا تسيب أستاذة سمر وتمشي لحد ما خلاص حالتها الصحيه تدهورت جدا فتواصلنا معاهم جم على الفور بصراحه استلموها وتوجهنا لاسم الشرطه وبنعمل محضر اثبات حاله بخروج النزيله الفلانيه وبيبقى معانا برضه ايه الحد لو مثلا في حد من اهليتها بيجي بيمضي اقرار برضه بيتعهد ان هو هيعملها معاملة كويسة وان هي مش ترجع الشارع تاني بس واستلمتها ايه موضوع نورهان شفنا فيديوهات كتير لنورهان آه عاوزين نشوف الفيديو بتاع نورهان يا جماعة لو سمحتوا لا نورهان دي ما شاء الله عليها بنت جميلة جدا بتتابعني على السوشيال ميديا حاولت تتواصل معايا كتير قبل ما اعرفها والحمد لله ان هي شاطره وقدرت تتواصل معايا دي معاي. يا جماعه أو بتحبيني جداً لمساست... اه بتحبني جدا وانا اكبر الداعمين لمؤسسه اه لمؤسسه سمر نديم اه بصراحه بحبها دعمها المعنوي آه، فريق معايا كتير نورهان كفيفه, كفيفة. كفيفة وما شاء الله من الناس بتشوفني بقلبها اه اصحاب الخير اصحاب الخير بقلبها. يا جماعه يا ريت كلنا فعلا نتعلم من نورهان ازاي عايز اقول لك نرهان... بتدني من قلبها آه. ما شاء الله عليها ما شاء الله ربنا يكرمك يا, يا الملائكة دول بيحبوني انا بشكرك يا نورهان وكل اسره البرنامج بتشكرك على المجهود والدعم اللي انت بتقدميه لزهره مصر كلنا بنشكرك ربنا ويا, ويا ريت كل الناس يعني تكون زيك يا نورهان احنا بنشكرك بجد من قلبنا وربنا يكرمك ويوفقك دايما يا رب يا رب ربنا يخليك حكينا بقى عن الحاجه جليل الحاجه جليله دي قصتها ايه الحاجه الجليلة برده بالنسبه لنا كانت من يعني برده مجهول الهويه بالنسبه لنا ما عندناش اي اوراق ثبوتيه ليها خالص بس برضه مع تحسن حالتها الصحيه بدانا نتكلم معاها عرفنا اسمها كامل هي عارفه اسمها وعارفه اسم والدتها آه لما توجهنا للسجل المدني عشان خاطر نحاول نستخرج لها اي اثبات شخصيه وهي كانت موجوده فاللي ساعدنا في الموضوع ان هي كانت عارفه اسم الام ثنائي آه كان في تشابه في الاسم رباعي بينها وبين اسم تاني موجود على السيستم آه والاسم الثاني اللي هو نفس اسمها الرباعي كان ما طلعش قبل كده بطاقه هي كان ليها بطاقه آه بطاقه شخصيه قبل كده طلعتها آه جيلان دلوقتي بقت نجمه اكيد واتكبرت علينا وما عادتش ايه <applause> بتسال عليا ايوه انا جدا زي شايفاك دلوقتي بتتفرج وبقت بعد الحلقه بتاعتنا بقت دلوقتي كل شويه بتطلع في في القناه وبرنامج جديد وما عادتش خلاص اتكبرت <applause> عليا يعني دي بتحبك والله آه سلموا لي عليها كتير لانها فعلا وحشاني كتير من جد من جدا يعني الناس وانا بحبها وكلهم حبايب قلبي في دار زهره مصر وربنا يقدرني ان انا اسعدهم واوفر لهم حياه كريمه وعوّضهم عن كل اللي فات وعايز اقول لحضرتك احنا عندنا 26 حاله في الدار ده غير الحالات اللي انا انقصتها على مدار السنتين اللي فاتوا ما شاء الله يعني عايز. في حالات اصلا من قبل ما افتح الدار كنت بنقذ الحالات واوديهم احد دور الرعايه وفي حالات كنت بوصلهم لاهاليهم وكل ده فيديوهات لايف كل ده قبل وبعد وكل حاجه على انك يا تاجر ما اي حاجه غير لما اصورها عشان المصداقيه وكمان بالنسبه للجزء اللي حضرتك تطرقت ليه دلوقتي ان الدكتوره طبعا ما بتنقص حالات رجاله فهي اعلنت عن حاجه امبارح كويسه جدا ان اي حد عنده مثلا حد في افراد اسرته مفقود او كده بيتواصل عن طريق صفحه التواصل على الفيسبوك وبيبعت صورته وهي هتعمل زي بوست مجمع كده في كل صور المفقودين برضو نساعد ان طبعا مش هنعرف نجيب كل الناس المكان او نوصلهم لاهاليهم فدي برضو حاجه هتساعد انا شفت لك فيديو فيديو تكريم عاوزين يا جماعه نشوف فيديو التكريم بتاع استاذ سمر نديم معروفه <applause> الشارع اولادها كهبوا عليها ورموها في الشارع انا خدتها عشان انا ابقى بنتها انا خليتهم هم يبقوا اهلي آه، عملت لهم اسره عملت لهم جو, جو اسري حياه كريمه داخل دار في ده فيديو ايه تكريمك كان منين؟ من اي في تكريمي في المراه المعيله ده كان برضو تكريم فرق في حياتي كتير واتبسطت منه جدا وشكرا طبعا للناس اللي بتقدر مجهودي واللي انا بعمله و... ونفسي بس ك... انا مش محتاجه اي حاجه غير كلمه طيبه من كل الناس اللي بتتابعنا والناس اللي شايفانا وحشين يجوا يشوفوا بنفسهم احنا عايشين ازاي كل الناس دعمه ليكي وكل الناس صدقيني يعني بتحبك ومبسوطه جدا ان انت أعمل حاجه كويسه ونفسي آه. الناس تساعدني ده انا عايز اساعد الناس اللي في الشارع ما لهمش حد بس انا بحسدك على شيء ايه <applause> الموظفين اللي عندك بواجه لهم بجد كل التحيه يا جماعه انا لما رحت دار زارة مصر وشفت الموظفين الناس دي ما شاء الله كفايه الابتسامه بتاعتهم كفايه حسن الاستقبال والله العظيم الناس دي فعلا ما فيش حد بينجح الا لو معاه فريق عمل قوي مخلص انا حاجة. انا بشكركم من كل قلبي وبوجه لكم التحيه وعاوزك تكلمينا عن الناس دي لان الناس دي فعلا تستاهل الف تحيه بجد يعني. لا انا بحبهم جدا ربنا يكرمهم ويعلي قدرهم ويكتر الف خيرهم ودايما بيقولوا كل حاجه حقيقيه وما بيشوفوها في الدار يعني برضه هقول لك على مستشار عبد الحي كان في حد حاول قبل كده يكلمه عشان يشوه صورتي قدامه قال له لا أستوب عند سمر نديم مش هصدق ولا كلمه انا عارف سمر نديم بتعمل ايه وبتطلع من جيبها كام وبتعمل ايه ست خيره جدا ومعروفه من قديم الازل لانه هو اصلا مستشار عبد الحي عارف من واحنا صغيرين احنا صغيرين عارفين بعض يعني اتربينا مع بعض تمام فهو عارف كويس مين سمر نديم وعارف اهلها يبقوا مين وعارف ان احنا من بيت شبعان الحمد لله فكل ده هو عارفه ما حدش قدر ان هو ياخده يمشيه تبعه يعني في ناس كتير عايز بتدخل للموظفين بتوعي عشان يرشوهم يعني في ناس بالطريقة بطريقه غير حقيقة غير غير شرعيه مستشار وانا عندكم اول حد قابلني واستقبلني و... بقول الحقيقة. و... لا لا يعني لكن هو مخلص في عمله وبيراعي ربنا فربنا يكون معاه وينصره ويقف جنبه وكل الموظفين عندي من صغير لكبير كلهم مخلصين وبيراعي ربنا في عملهم جدا وكفايه احسانهم وحبهم للسيدات القصر دي اهم حاجه واللي مش بيبقى كويس بقول له مع السلامه لان احنا نظامنا كده انت تراعى ربنا في عملك مع الناس دي اهم حاجه دي اهم حاجه في جندي مجهول كده عاوزين نعرض صورته اه يا ريت يا ريت يا جماعه نعرضنا صوره الجندي المجهول ده يا جماعه <applause> ما انا عايز اقول لكم يا جماعه اصلا ان محمد ابراهيم ربنا يكرمه ويعلي قدره استاذ محمد <applause> ابراهيم زوج استاذه سمر نديم ربنا يكرمه ويعلي قدره أحسن وأنضف الشخصيات حقيقه على المستوى الشخصي اللي الواحد فعلا ممكن يتعامل معاه استاذ عايز اقول لك كمان... كتير يعني هو في ناس آه. بتقعد تقول لي ايه ده هو انت مش مدياله حقه ليه مش بيظهر معاكي كتير عايز اقول لكم يا جماعه من الاخر انا بخاف من الحسد جدا وانا بالنسبه لي محمد خط احمر بحبه جدا جدا وبخاف عليه وبغير عليه غيره قاتله وبقولها قدام الناس اللي انا كده ست غيوره خلاص ست سيبك احنا مش هنحسده ست انا ست غيوره ست شرقيه واللي ليه حاجه يجي يكلمني انا نظامي كده ايوه انا حره انا بغير على جوزي عايزك توجه له يا استاذ عبد الحي طبعا ان هو داعم كبير جدا لزوجته استا سمر هما الاتنين بصراحه نموذج مشرف ومحترم جدا جدا احنا جدا احنا دايما و... بنسمع ولا كل رجل عظيم امراه لا فعلا ولا ورا كل امراه عظيمه فعلا رجل عظيم دي حقيقه طيب صح صح هما دا. بصراحه الاتنين داعمين لبعض جدا في م... في المشوار الخيري ده وعاملين نموذج محترم يعني بيقتضى بيه فعلا وبنلاقي شباب جامعات كتير جدا جدا بتيجي تصور معاها وبتعمل معاها مشاريع تخرج عن مشوارها وعن الخير اللي هي بتعمله فدي بالنسبه لنا حاجه محترمه جدا بصراحه يعني وانا عندكم شفت آه. واحده انت دايما بتقول لها دكتوره نسرين عاوزين آه. نعرف ايه حكايه دكتوره نسرين دي اه نسرين دي كانت قاعده في الشارع برضه هل فعلا هي دكتوره اصلا ولا لا هي مش آه. دكتوره ولا حاجه وده برضه بشهاده مامتها واختها لما كلمونا بعد لما طبعا الموضوع بتاعها كان قضيه رأي مع السوشيال ميديا إن الصور بتاعتها كلها انتشرت والفيديوهات بعد لما أنا خدتها من الشارع وصورت معاها و... وأهلها تواصلوا معانا بعد فترة طويلة لنا البطاقة بتاعتها وبيسألوا عليها الفترة دي بس بيكلموها عن طريق التليفون يعني بيكلمونا عن طريق التليفون بس لا أهل يعني بتتواصل معاهم بس بيجوا لها الدار وكده؟ لا و... و... لا لا مامتها م. بعت لنا المحامي بتاعها بس بعت لنا صورة البطاقة بتاعتها بس بس ده لكن ده. هي مش دكتورة هي تعلمت لحد تعليم عالي وهي عندنا معززه مكرمه في دار زهره مصر بتاكل كويس بتشرب كويس بتنام كويس هي دي الحياه الكريمه ليها طيب. احنا عرفنا ان كان عيد ميلادك امبارح نقول لك كل سنه وانت طيبه وحضرتك بخير وكنت عامله حفله جمعية كده برضو لكل سيدات القصر. ما كان عندي عندي منهم حوالي خمس سيدات كان عيد ميلادهم معايا في نفس الشهر فجمعتهم كلهم وعملناه مع بعض في يوم عيد ميلادي امبارح 15/12 -15. كانوا كام واحده كانوا كام واحده؟ جليله وسماح وماما نجيه ودعاء وتيا كان عيد ميلادهم امبارح ودكتوره صبره كمان طيب احنا محضرين لك مفاجاه إيه؟ وعاوزين وعاوزين نعرضها تمام هي إيه المفاجاه اللي انا حابب ان انا اقدمها لك حاجه كده بسيطه من من اسره البرنامج الله يكرمك يا رب الله عشان بس انا انا مش عاوز اقوم بس عشان شكراً الصوت انا عاوز شكراً. بس الكاميرا بس تجيبها إيه؟ بس كده الله جميله قوي خصوصا مننا كل اللي يهمك كل واحد مكتوب دي على مكتب وطبعا بنشكرك على المجهود اللي انت بتعمليه ربنا يخليك يا دكتور ودايما احنا بنتمنى لك دايما التوفيق ويا ريت يا جماعه يا لو في نهايه رب. الحلقه ننزل بس الارقام بتاع التبرع والابلاغ عن الحالات بتاع مؤسسه سمر نديم احنا طبعا بنشكرك ونتمنى لك الخير دايما وبنتمنى لك التوفيق والنجاح المستمر وعاوز اوجه رساله لمنتقدي سمر نديم لو هي سمر بتطلع يا جماعه بتعمل شو او او بتتاجر بالناس زي ما الناس بتقول انا عاوز الناس تعمل زيها في فعل الخير اللي هي بتعمله ويا ريت كلنا فعلا يكون فينا نماذج زيها بتسعى وبتجري فعلا من اجل مصلحه الناس ومن اجل فعلا فعل الخير ومن اجل انقاذ الحالات، لو واحد فينا بس بيشوف حاله في الشارع او متشرد نايم او حاجه بيخاف منه ويمشي، لكن هي لا بتروح وتعالجه وزي ما الحاجه جليله حتى قالت الحاله اللي دي بتستر عورات الناس، فاحنا من واجبنا ان احنا فعلا ندعمها ونكون معاها دايما ووراها ودايما داعمين لها في كل وقت. فانا بشكرك جدا جدا على الحلقه بتاع اليوم وبشكر جدا المستشار عبد الحي. نورتونا وشرفتونا وشكرا لكم وبشكر الساده المشاهدين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه, ورحمة, 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 ورحمة الله وبركاته احنا معيك والله ربنا يكرمك اكريم شكرا